معناه عندما أعمل هي جهازين مربوطين على التوالي، لكن بطريقة ما بحيث إذا أسوي بالانس على أول جهاز يظهر المتغير الجهاز الذي يليه بالمعادلة مال أول واحد، فمعناه أذن أكو صار تداخل. إذا أسوي بالانس يعني إحنا سوينا مشتقين البالانس اللي على التانكلون، فنشوف ظهر الـ H2 بالمعادلة على دلالة على أنه يعني معناها الربط هذا متداخل. هذا بالنسبة إلى نأخذ مثال تانكين now determine the effective time constants for a system of two tanks each 10 متر diameter when the outlet from the bottom of the first tank is connected to the bottom of the second and the later discharge to the atmosphere. The normal levels, normal يعني steady state levels are 3 متر 2 متر، على كان 3 متر على كان 2 متر. When the flow is 0.025 meter مكعب per second, assume R1 and R2 are linear. Then linear. هو يريد ال effective time constant. الفرع بيها هذا الترك أنا هحل لكم إياه بالتفصيل، يعني حل مختصر يعني. بس هحل لكم إياه بالتفصيل وتكم يعني كل نون linear لازم نشتق الموازنة من جديد ونطلع إيش اسمه يعني تاوات جديدة. هسا علينا فقط الفرع أي. يريد الإفكتيف تايم كونستانت. إحنا اشتقينا بالمحاضرة السابقة يعني هذا الخزانين مربوطين على التوالي، وطلعت عندنا دالة التحويل إذا تذكروا هي واحد على تاو ون تاو تو إس تربيع تاو ون زائد تاو تو زائد تاو برايم إس موجب واحد. تاو ون هي أي ون آر ون، تاو تو هي مثل ما قلنا A to R2، يعني tau1 هي pure للخزان الأول و tau2 هي pure للخزان الثاني، و tau برايم هي المتداخل يعني A1 في R2، يعني مساحة المخزن من الجهاز الأول هي A1 ومن الجهاز الثاني مخزن R2، هو يكون هذا حد سميناه حد التداخل. إحنا نيوميركلي يعني الأرقام نعطيها يعني H1 steady كانت 3 و H2 steady 2 Q I Q and Q out with steady كل حساب 0.025. فإذا نطلع tau1 A1 في R1 مطينا الدايمتر هو 2 متر زين، و كل الدايمتر هو 2 متر مع الخزانات، فرح نطلع ال A باي على 4 دي سكو، حتى نطلع A1 الكروس سكشن ايريا مع الخزان أول والكروس سكشن مال الخزان متساويات، حيطلع المساحه 3.14. فيعني هاي الارقام راح نعوضها حتى نطلع تاو 1 تاو 2 تاو برايم. الارات مجهوله ما معطينا قيمه، من مين اطلعها؟ من الاستدي اقدر من العلاقه مال اللينيا ان كيو 1 تساوي الفرق بين الاتشات اتش 1 ناقص اتش 2 على ار 1، نقدر نطلع ار 1 من هذا يطلع 40، والار 2 هي احنا قلنا Q out يساوي H2 على R2، يعني R2 يساوي H2 على Q out، وطبقها نطلع 80. هاي الآرات فإذا طبقناها هنا راح تطلع tau1 tau2 tau من الأريا طلعناها والآرات طلعناها، طلعت المعادلة الأرقام ذي طلعا عندنا. إذا دالة التحويل طلعت بالشكل التالي، إذا تتذكرون ايش قلنا، هذا هو دايريد انجزء الى قوسين حتى نطلع الافكتيف تايم كونستانت يعني تاو اي وتاو بي. اريد نطلع الافكتيف تايم كونستانت، تذكرون من قلنا نفحص البي اللي هو المعامل مال اس قسمه على 2 جذر اي راح تطلع، واذا اكبر من 1 فمعناه بامكاننا نوجد الى افكتيف تايم كونستانت، طلع اكبر من 1.7 اكبر من 1 معناها سنقدر انجزء هذا الى قوسين تاو اي اس موجب واحد تاو بي اس موجب واحد. واضح انه تاو اي في تاو بي تساوي 1.3400 وتاو اي زائد تاو بي تساوي 628. نحلهم آنيا نطلع تاو اي وتاو بي، فمعنى هذا قدرنا ننجز الى قوسين. اذا دالة التحويل بدل ما تكتب هكذا قدرنا ننجز الى قوسين، راح نكتبها الى هالشكل هذا، والافكتيف تايم كونستانت هم تاو اي وتاو بي. بعدين قال إذا حدث يريد الرسبونس، إذا حدث step change
نشوف from the outlet the normal yeah. Also find the response H2 for unit step change in QI of 30%. بنقول 30% يعني 30% قيمة الستدي مال QI اللي هي كانت 0.025، يعني المفروض هاي نضربها في 30 على 100 حتى تطلع مقدار الستيب هاي تكلمنا عليها. فيقول حدث ستيب تشينج مقدار 30% زين. ف بوينت 0.025 نضربها في مقدار الستيب الصور هو كاتب 30% وليس 20%، بس السؤال نشيكه 30% هناك احنا مطبقين 20% مو في 0.2 ضاربين. هذا مقدار الستيب، ممكن تصححون السؤال اللي كتبوا 20% مو 30% حتى تعرفون 0.2 مين جتي على اس. في احنا نروح لابلاس جدول لابلاس قوسين ويا قدامهم اس، فمعناه طلع اللابلاس انفيرس فيطلع هذا المقدار. هذا هو الريسبونس مال الاتش 2 اذا حدث ستيب تشينج بالكي بي اي. فرع بيرا اكتب لكم اياه بالتفصيل تعرفون شلون جدي راح نعوفه هسه الفرع دي بالتركي نحكم اياه بالتفصيل نعطيكم اياه. هذا المثال الاول. المثال الثاني اللي هو من يظهر عندنا الانتراكتنج، احد الامثله على الانتراكتنج عندنا اذا اشتغلنا على سي اس تي ار تفاعل مرتبه اولى. هسه عندكم سي اس تي ار ليس بي تفاعل مرتبه اولى كيو اي سي اي تي اي تدخل وكيو تي في سي اي. هذا تفاعل المرتبه الاولى. التفاعل هنا مو يعني اكسوثيرميك يعني باعث للحراره. تعرفون التفاعل باعث للحرارة معناها راح تتولد دائما حرارة أثناء التفاعل، إكسوثيرميك باعث للحرارة تتولد حرارة. الحرارة إذا تتولد معناها تي راح تبدي تزداد وتبدي تأثر على قيمة. طبعا درجة الحرارة شنو علاقتها بالتفاعل؟ هي تأثر على التفاعل درجة الحرارة. شلون تأثر؟ من خلال منه؟ من خلال الكي مال التفاعل. هو تفاعل مرتبة أولى هذا نشوف هذا الكيف يصير. إذا تفاعل يعني إكسوثيرميك يعني مو ثابت درجة الحرارة، هاي الكي مو هي هاي كي فانكشن أوف تمبرتشر. أكيد ماخذين معادلة أرينيوس هسه أخذتوها بالمفاعلات معادلة أرينيوس. فالكي تبدي تتأثر بدرجة الحرارة يعني الريت مالت التفاعل يزداد أو يقل تبعا ل تأثر كي بدرجة الحرارة. هي معادلة أرينيوس اللي تربط الكي بدرجة الحرارة. فهنا عندنا تبريد عندنا برد طبعا اللي هو تفاعل إكسوثيرميك نبرد المفاعل كولينج ووتر. فهنا ايش يريد هو بالسؤال؟ يقول طلع لي فور ذا إكسوثيرميك يو فايند سي اي اس يعني التركيز الخارج as function of CAI و TI و TO درجة حرارة الجاكيت. فأريد هاي العلاقة نشتقها إليه بعدين أرسلنا signal flow block diagram. بعدين أريد فد دالة تحويل CA أرجع إلى TI هو أعطاني التفاعل هو مرتبة. طبعا هنا هي هذا بال يعني حطوا ببالكم بالمفاعلات من تغير درجه الحراره اذا كان اكسوثيرميك او اندوثيرميك التفاعل راح داخل الماس بالانس ويا الانرجي بالانس. لان الماس بالانس يدخل التفاعل يدخل بالماس بالانس نقول ان اوت ان اوت رياكتد يعني هو التفاعل الريت مال الرياكشن يدخل الماس بالانس. اوكي لكن بما انه التفاعل مو ثابت درجه حرارته متغير بين اكسوثيرميك او اندوثيرميك
درجة الحرارة تأثر على قيمة K، فمعناه إحنا نحتاج energy balance كذاك حتى نشوف تأثير درجة الحرارة على اليمن على K. لما نقول درجة حرارة يعني أكيد أكو energy balance، شلون نجيب درجة الحرارة؟ فإذا راح نسوي هنا mass balance energy balance على CSTR. طبعا هذا شوي المثال يعني طويل ومعقد، بس لين بي راح تشوفون نتيجة معادلة ألمياس بي هو مثال اللي قلنا تداخل يصير عندنا الانتراكتينج سيستم، وكذلك لينيرايزيشن يعني راح يظهر بحدود مو لينير نسوي لينيرايزيشن الى اخره. فاذا سنسوي نبلش بالماس بالانس ان اوت رياكتد اكيوميليشن على ماده اي، الداخل كيو سي اي اي الخارج كيو سي اي، حد التفاعل هو ماينس ار اي في الفي زائد في دي سي اي اوفر دي تي. زين نرتب المعادله مالتنا، نفتح الار اي كي سي اي. زين راح نشوف هنا الكي لانه قلنا اكسوثيرميك، فراح نفتحها على ارينيوس يصير كي نوت اي تو ذا ماينس اي على ار تي. اذا نوضحها بالمعادله نعوض هنا راح يصير، اذا نتفحص الحدود شوف المتغيرات الموجوده. زين راح نشوف انه السي اي موجوده هنا، اكو حد نون لينير بين التمبرتشر، بين اثنين متغير التمبرتشر متغير والسي اي متغير، التمبرتشر متغير والسي اي لانه هو نون لينير، هذا راد لي حصل ضرب متغيرين راد لي لينيرايزيشن. يعني هذا حد لازم يسوي لينيرايزيشن، تعرفون نشتق اذا اشتق بالبدايه للسي اي يطلع هذا المقدار في سي اي، واذا اشتق للتي يطلع هذا المقدار، يعني سي اي ثابت سي اي في اي تو ذا ماينس اي على ار تي في مشتقه الاس اللي هو اي على ار تي سكوير، هذا كله في التي، مشتقه للسي اي في سي اي ومشتقه للتي في التي. طبعا نلاحظ هو هذا كله نعوض القيم بالستدي يعني ثابت this is constant، وكذلك القيم مال الستدي هي this is constant. فإذا كان نحن نزلهم هذا الوية سي اي رمزته هذا كله المقدار هذا كله كي سي، والوية الكي للسهولة رمزته كي تي، فإذا اللينيرايزيشن مال هذا المقدار ويطلع كي سي سي اي كي تي تي. نجي هنا نرجع نعوض بالمعادلة مالتنا هذا مال حد التكاء هذا بالمعادلة رقم 4 نعوض، راح يطلع لنا كيو سي اي كيو سي CAI QCA KMP KCCA حد. فنشوف حدود بيها CA حدود بيها T، بيها CA هنبقي هو المشتقة ونطلع بين دول عن المشترك CA يطلع هذا المقدار، هاي بيها T مؤخر عليرات. رتب المعادلة لازم معامل CA يصير واحد نقسم عليه، صار V على هذا المقدار هنا Q على هذا المقدار هذا، فيطلع عدن تاو دي سي اي اوبر دي تي سي اي كي ون سي اي اي كي تو. اذا الناس راح يصير عندنا سي اي راح يساوي كي ون على تاو ون اس موجب واحد سي اي اي اس ناقص كي تو على تاو ون اس موجب واحد في التي اس، هذا بالنسبة الى السي اي. طلعنا المعادلة رقم 10 نتيجة سوينا الماس بالانس، فطلعت هاي المعادلة رقم 10. تلاحظون معادلة رقم 10 طلعت فانكشن للسي اي للسي اي اي والى التي، يعني وجود التي اذا معناه اكو انتراكتنج بين الحرارة والماس. احنا لازم هسه هو شيء يريد بالسؤال اذا تذكرون يريد السي اي للسي اي للتي اي وللتي او، فاذا لازم هاي هسه نسوي بالانس حتى نربط التي ويا تي اي والتي او. راح نسوي هيت بالانس تنشوف التي شلون نعوض. الهيت بالانس على المفاعل سي اس تي ار معادلتها اللي هي الانثال بالداخله اللي هي ام سي بي في التي اي، والام هو رو في كيو كثافه في معدل التدفق الحجمي، رو
طوفي كيو سي بي تي اي، فان سي بي تي اي هاي الماده الداخله، زائد المتولد نتيجه اللي هو لان اكسوثيرميك اكو حراره تتولد. الحراره المتولده شلون تحسب؟ معدل التفاعل اللي هو ماينس ار اي في في تضرب في دلتا اتش اوف ريكشن، دلتا اتش اوف ريكشن. اذا الجنريشن قانونها ماينس ار اي في في اللي هو معدل التفاعل يضرب في هيت اوف ريكشن. الاوت الانثالبيه الخارجه اللي هي ام سي بي تي، الاوت هاي يعني رو في كيو في سي بي في تي الخارجه من المفاعل، وعندنا الخارج نتيجة التبريد همات كذلك. سنرجع للرسم الخزان، هذا الداخلة الانثالبية الداخلة قلنا رو كيو اي في سي بي في تي اي، وهنا المتولدة ماينس ار اي في 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 دلتا اتش اوف ريكشن. الاوت الخارج هي رو في كيو في سي بي في تي، واكو عندنا لان عندنا دبرد فاكو كيو تخرج الى من الخزان للتبريد اللي هي بالحمل تخرج، يعني U في A في فرق في درجات الحرارة T minus T O. فU في A معامل الحرارة، معامل انتقال الحرارة في A في T minus T O. في والمتراكم داخل الخزان مثالية متراكمة هي capital M أو الرو في الفوليوم في CB في DT أو T. هذا بالنسبة إلى المعادلة مالي رقم 11. هسه نرجع نفس الشيء، لازم ال RA نفتحها KCA والكي نفتحها كي نوت سي مال الارينياس، بحس كي نوت سي اي في ايتر ماينس على المقدار، نحطها بالمعادله هاي نشوف. كذلك رجع الحد اللي هو اشتغلناه قبل شويه النون لينير، رجع لنا لازم نسوي لينيرايزيشن اللي هو طلعنا كي سي في سي اي وكي تي في تي، نعوضهم هنا نرتب المعادله مالتنا البي تي نعزلها بالطرف الايسر والبقيه تشوف ظهرت التي اي والتي او والسي اي في جهة اليمين. طبعا لازم نقسم على هذا المقدار حتى يصير واحد، فمن نقسم رو في سي بي على هذا المقدار سميناه تاو، هذا صار واحد، هذا سميناه كي 3 كي 4 وكي 5 للتبسيط. اذا طلعت لنا المعادلة 13، اذا ناخذ اللابلاس لها صار تاو 2 اس موجب 1 تي اس، كي 3 تي اي اس، كي 4 تي او اس، كي 5 سي اي اس. هذا بالنسبة الى المعادلة 14. هسه احنا نقدر نطلع، طلعنا التي قلنا التي بدلالة التي اي والتي او والسي اي، نقدر نعوض المعادلة 15 بالعشرة حتى نشوف طلعت السي اي دلالة سي اي اي دلالة التي اي وبدلالة التي او. طبعا هذا التير ممكن ننقله ليش جي لان هو سي اي بننقله ليش جي ونطلع هسه نكمل هذا، بس انا جيت على مدى الرسم. بس احنا طلعنا المعادلتين، معادله تخص الماس من الميتير بالانس طلعتها، والمعادله بالهيت هم طلعتها هي هاي. وشوف من سويت على، شوف من سويت على الماس طلع التي، من سويت على على الانرجي الهيت بالانس طلع السي اي، فهي متداخله. يعني هذا يسمون نظام متداخل، اسوي على الماس يظهر درجة الحرارة واسوي على درجة الحرارة يظهر الماس السي اي يظهر. فاذا هو نظام متداخل. بس شلون نرسم البلوك دايجرام بالنسبة اذا كان نظام لينير؟ احنا حقيقة دائما نستخدم المعادلتين مال الجهازين، نستخدمها في رسم المخطط هذا، هذا هو البلوك دايجرام مال النظام المتداخل. شلون راح نرسم هذا؟ نرجع شوف راح نرسم احنا نريد السي اي هي فانكشن اوف سي اي اي والتي اي والتي او مثل ما طلبها بالسؤال. قال اريد السي اي فانكشن اوف سي اي اي والتي اي والتي او، شلون ارسمه؟ اروح على المعادله الاولى اللي هي طبعا يرسم جزء جزء ويربط. شلون هي من يجي هذا كله رسم يجي من معادلتين، المعادله اللي اشتقيناها للماس والمعادله اللي اشتقيناها للهيت. اشتقيناها للماس رقم 10 واشتقيناها للهيت رقم 15. خل اذكركم بال 10 اللي اشتقينا على الماس، هاي من جينا سوينا للماس طلع السي اي هي فانكشن للسي اي اي والتي. اول ما ارسم هاي هذا الاوت، اكو مفصل جمع اللي يجي من السي اي اي موجب واللي يجي من التي سالب، وهاي دوال التحويل. فاذا راح نرسمه هذا السي سي اي، شوف اللي
اجى من السي اي اي داله التحويمات كي وانا تاون اسمه جوب واحد وهو جمع، واللي اجى من التي اللي وكيته على تاون اسمه جوب واحد اللي هو سالب. فاذا اول جزء المعادله رقم 10 من رسمته هو هذا، شوف هذا يعني سي اي وصل جمع لهنا ومن التي لهنا، هذا هو رسم لي يعني هذا الجزء هو منه لهنا رسم لي المعادله الاولى رقم 10. نجي على المعادله الثانيه. المعادله الثانيه اللي هي ايش ترسم لي؟ شوف ال 15 الملهيت التي هي فانكشن اوف ثلاث متغيرات تي اي وتي او سي اي. هذا التي اللي هو تدخل له ثلاث اشارات، تدخل له اشاره من تي اي هاي داله التحويله، كل الاشارات طبعا موجبه، فاذا دخلت له اشاره منين؟ من تي اكو مفصل جمع، لا تدخل له اكثر من اشاره حق مفصل جمع، فدخلت له من تي اي هذا العفو انا من تي اي كي 3 على تاتو اسمه، هاي دخلت الى للتي. كذلك من التي او هم تدخل اللي هي كي 4 على تاوتو، من التي او كي 4 على تاوتو هم كذلك مفصل وتدخل الى التي، وكذلك تدخل من السي، من السي اي اللي هي كي 5 على تاوتو اس. السي اي وينها؟ هاي سي اي الخارج، اذا نجر منها اشاره داله التحويل مالتها كي 5 على تاوتو اس من جنب واحد وتدخل الى مفصل الجمع الى التي. فاذا كمل الرسم عندنا، من نشوف بالاخير ايش طلعت السي اي فانكشن اوف سي اي اي والتي اي والتي او. فاذا معادله يعني هذا هو عباره عن رسم معادلتين. شوف المعادله الاولى اللي رقم 10 ماس هي هاي رسمت لها البلوكتين زين، والمعادله رقم 15 رسمت لي هذا الجزء. فهذا هو المخطط، رسم المخطط. اذا اريد نكمل دالة التحويل كنا هنا اكو سي اي كي 1، اذا رجعنا الى المعادله 16 اللي كتبناها كي 1 بي سي يعني سي اي دي سي اي اي للتي اي للتي او للسي اي، فلازم هاي بي سي اي لازم تنقل لهنا يعني تنوحد زين، فصارت سي اي هو العفو هنا راد. خلينا نشوف هاي المعادله طلعناها بصوره عامه، بس خلينا نرجع لمطلب السؤال حتى نشوف يا داله التحويل رادها. هو راد السي اي من للتي اي الى هاي فقط راد بالسؤال. اذا نرجع للسؤال وش راد؟ هذا طلع له بالفرع الثالث فقط داله تحليليه تربط سي اي ويا تي اي. انا هاي بصوره عامه طلعتها هاي بصوره عامه، فلازم اربط سي اي ويا من ويا تي اي فقط، يعني تعتبر التي او ثابت ايش طبعا سي اي اي ثابت ايش طبعا، فيبقى سي اي هي فقط للتي اي. طبعا هذا التير بقت بس التيرمين وقت هذا تي اي وهذا سي اي انقله ليغات طلع عامل مشترك للتي اي، اذا سي اي للتي اي تساوي ان هذا المقدار على هذا، ارتبه وافتح الاقواس يطلع بالشكل التالي. هذا هو دالة التحويل اللي تربط سي اي الى التي اي. فنلاحظ صار عندنا يعني هذا المثال مال السي اس تي ار كمثال، هو عاده ما يستخدم بالكيميكال انجينيرنج، هو مثال السي اس تي ار. اكو تداخل من يكون التفاعل اكسوثيرميك او اندوثيرميك بين الهيت والماس، مثل ما هسه اشتقينا ولاحظنا انه شلون نطلع الدوال بالماس بالانس والهيت بالانس. اكو هنا عندنا هذا شيت يتعلق بالموضوع مال انتراكتنج، حاولوا بيه وطلع
طلعوا لنا النتائج مالته. هذا بالنسبة إلى محاضرة اليوم. إذا عد أحد سؤال قبل ما أحط ملاحظات على الامتحان والأجوبة مالتكم. فإذا أحد بالبداية عد سؤال على المحاضرة مال اليوم خير يسأل. دكتور. نعم. دكتور بس هو نفس هذا المثال بس الاشتقاق مال السي اي مضروب في اكسبونينشال سالب اي الى ار تي. اي ما عرفت هاي شلون الخطوه صارت. اوكي اشتقاق. اي الاشتقاق دكتور. اي اوكي. هسه ظاهر امامكم المثال هو ظاهر مو تشوفوه؟ نعم دكتور. اوكي يعني النونلينير تقصدين؟ ما عرفت ايش شلون صار هذا تقصدين؟ هذا الحد مو؟ منو من الطالبات سال على هذا الحد؟ ايمن. اي دكتور نعم هذا ايمن. هذا الحد شلون انفتح؟ الو ايمن. نعم سيبياج. هذا الحد تقصدين عليه؟ خطوه دكتور. هسه احنا اذا هذا حصل ضرب متغيرين فمن نسوي له لينيرايزيشن غير نشتق الى المتغير الاول مو؟ هسه انا راح اشتق هذا الى السي اي مو؟ طبعا بثبوت التي. اذا اشتق هذا المقدار للسي اي شنو المشتقه مالته؟ يعني اشتق هذا يعني هذا ثابت ما لي علاقه بثبوت التي يعني هذا ثابت اشتق للسي اي بثبوت التي. فاذا اشتق هذا المقدار للسي اي شنو ناتج الاشتقاق؟ ايمن جاوبيني. دكتور هي اكسبونينشال سالب اي الى ار تي غير سي اي انه ذا ثابت شلون يعني؟ شنو هسه لا هسه احنا القانون شو يقول؟ يقول بالبدايه نشتق للسي اي مو؟ اذا اشتق للسي اي هذا المقدار من اشتق للسي اي مشتقة هذا هو فقط الثابت هذا مو؟ يعني سلو 3 سي اي اشتق للسي اي مو 3 يطلع؟ اي دكتور. يعني معناها اذا اشتق هذا للسي اي هذا ثابت فيطلع هذا المقدار مو؟ اي تمام دكتور. هذا المقدار. القانون شو يقول؟ يقول مشتقة ما تسي اي في السي اي مو؟ انت حافظ القانون مالي نازل شو لا؟ ما حاصل ضرب مقدارين. اي دكتور حافظته. اي مو نقول نشتق للسي اي المشتقة نشتق للسي اي في سي اي. إذا المشتقة مال هذا المقدار هو هذا في السي اي المتغير. وياي لو بعد اسمه مفتاح. اي دكتور ربطت وياك دائما اسمعك. بس دائما نقول نشتق للسي اي يطلع هذا، هذا المقدار دائما ات ستيدي ستيت مو يعني تي ظهرت حط له فوق خط يعني ستيدي هاي قيمة حطيت خط هنا يعني هي قيمة ستيدي يعني. هذا المقدار دائما هو ثابت بس المتغير هو السي اي. تمام دكتور. هسه اذا خلصنا من مشتقة المقدار للسي اي. هسه لازم اشتق شنو بعد؟ اشتق للتي. في التي مو تمام؟ اذا مشتقة هذا المقدار لت مشتقته بالنسبة للتي في المتغير تي. هسه اذا اشتق هذا المقدار الى التي. هذا ثابت هي يعني. مشتقة الاي تو ذا هي نفسها. في مشتقة الاس اللي هي اي على ار تي تربيع مشتقة يعني هو مشتقة الواحد على تي هي ناقص واحد على تي تربيع فاي على ار تي تربيع هذين كلهم هذا ثابت بالستدي قيم الستدي في تي. تمام دكتور وصلت. وصلت الفكرة؟ اي وصلت الفكرة شكرا دكتور. بعد اذا احد عنده سؤال بعد احد صوتي دا يوصل؟ نعم دكتور صوتك واضح. صوتك واضح بس بين الطلاب ما عندهم بس طيب
طلاب زين اوكي. لا عد اذا ماكو سؤال عندي ملاحظات على الحقيقه على الامتحان.